صباح النور من جديد مشاهدينا. يستخدم الأهل اللهاية أو المسكتة لتهدئة رضيعهم وتصبح جزءا أساسيا من احتياجات الطفل، فما هي فوائدها وما هي مضارها وكيف ومتى يجب أن يتم الاستغناء عنها؟ الجواب مع جوانا نوفل الاختصاصية في الرضاعة الطبيعية التي تنضم إلينا مباشرة من بيروت. وأهلا بك يا جوانا. Thank you. صباح الخير، اهلا فيك. كيفك اليوم؟ ميرسي على الاستضافه. نحن عم نشوف في اطفال بالخلفيه. عطيتيهم لهايه بوقت كانوا صغار او لا؟ قولي الحقيقه. لا نونو ابدا ما استعملتها مع ولدين، لا ما استعملتها. ومش الحل يعني، كانت سهله و يعني سهله كلمه كبيره، لا ما فيني اقول سهله، بس انه كانت رحله حلوه. ويعني اي كود مانج، قدرت اتعامل معهم بلا لهي. وابدا ماني ندمانه على هذا الشيء. نعم، طيب كثير منيح. يعني معنى هيك انه انت ضد استعمال الاهل للهايه؟ هلا يعني انا افضل انه شارك الابحاث اللي صارت عن هذا الموضوع. انا بالنسبه لي من ناحيه شخصيه اكيد افضل، يعني كأم كنت افضل انه ما استعملها. وهلا حتى كاخصائيه بالرضاعه الطبيعيه وبشتغل مع الامهات من وقت الحمل لبعد الولاده، بقدم لهم كل الابحاث الموجوده وهن بيختاروا شو اللي بناسبهم اكثر. نعم. ففي عندنا كثير اراء يعني بعد بموضوع اللهيات، وفي عندنا ابحاث يعني بعد، اذا بدك ما في شيء حاسم عن هذا الموضوع. نعم، طيب يعني هذا الانقسام اللي بتتحدثي عنه أو هذه الآراء حتى يعني بيوصل لحد الأطفال أنفسهم اللي ربما يعني بعدهم ما كبروا وما وعيوا. في أطفال بيتكلوا على اللهاية وفي أطفال بيرفضوها بشكل قاطع، لماذا برأيك؟ نعم، هلا اللي هي الطفل بيخلق يعني مع غريزه اللي هي بتخليه يطفش باللسان تبعه كل شيء يعني غير ثدي الام، او كل شيء بينزل منه حليب حتى انه القنينه بيطفش لبرا. يعني في كثير اهل اوقات بجربوا يحطوا اللهايه للطفل، الطفل بيبزقها، واوقات بيلجأوا لطرق مثل انه يحطوا اشياء حلوه على اللهايه لحتى ياخذوا الطفل لهايه. هيدا اكيد ما بننصح فيها ابدا. فمعظم الاطفال عاده حيكون عندهم هالغريزه انه يدفشوا كل شيء يحطوا لهم اياه لبرا، وهيدا بيمنعهم من الاختناق. هلا لما بتصير الام او يعني الاهل بيصيروا بيجبروا الطفل او بيجربوا كذا مره يحطوها لحتى ياخذ الطفل اللي هي لاسباب عديده. يعني في اهل بحسوا انه في حاجه انه الطفل ياخذ وبتفيده لانه بيضلوا اروق كل الوقت، في اهل بحسوا حالهم انه يمكن تعبوا كثير وبدهم ينام الطفل يرتاحوا شوي بيعطوا لهي. ففي كذا سبب. هلا انا بدي اطلع شو السبب اللي بخلي الاهل يعني يخليهم يأدي انه يعطوا لهي للطفل. وفي اكيد بدنا نميز بين الامهات اللي هن عم بيغذوا اطفالهم من خلال الرضاعه الطبيعيه، وبين الاهل اللي عم بيعطوا البيبرون وفي الحليب الأغذية الرضع الصناعي، يعني عم بيعطوا حليب البودره. نعم. لانه هون بيكون البيبي عم ياخذ بيبرون، هو العملية المص اللي هي السكنج ريفلكس اللي هي عنده حاجة واللي بتحسسه بالراحة عم بتتم بس من خلال لما يكون عم ياخد البيبرون. بينما الأم اللي هي مرضعة اللي عم تعطي الثدي للطفل، الطفل عم بيقدر ياخد الحاجة السكنج وعم بيكون عنده راحة من خلال رضاعة مباشرة على الثدي. مشان هيك منشوف انه الامهات المرضعات
اللي هي رضاعة مباشرة من الثدي عم بيكون عندهم حاجة أقل إنه يستخدموا لهي. نعم، يعني هذا من المنظور المثالي ربما هيك إذا ما حكينا، ولكن أنا أم أيضا وكانت عندي تجربة مع الأطفال. هناك بعض الأطفال اللي بيبكوا كتير أو هني كوليك بيبيز، حتى إذا يعني كان نعم. هناك رضاعة طبيعية، ربما الرضاعة الطبيعية تكون مؤذية لإلهم أو بتعملهم غازات. هل الحل في مثل هذه الحالة اللاهاي ممكن أن تخليهم أنه يعني يوقفوا بكاء أكثر أو يلتهوا بشيء ربما مختلف؟ هلا كمان ما مشان هيك في كثير contradictions على هذا الموضوع او اراء مختلفه، لانه حتى في ابحاث يعني برهنت انه البكتيريا اللي هي او في اوقات بيلقط نوع من الكانديدا على اللهية من الفطريات بتكون موجوده على اللهية بتؤدي لزياده الكوليك عند الاطفال، لانه من وراء البكتيريا اللي عم بتفوت على بتكون موجوده على اللهية. هلا اكيد في اوقات اطفال مثل ما قلنا اللي بتكون اذا ما عم بياخذ رضاعه طبيعيه، هلا اوقات بالرضاعه الطبيعيه في عنا حل إذا البيبي عم بيمغص على حليب الأم، بس لا نقول فرضيا أنه ما كان عم بيرضع طبيعي وعم ياخد البيبرو، منا واحدة من الريكومنديشن لحتى يروقوا، يعني اللي مثبتة علميا أنه بتروقوا على اللهية. اللي أثبتت علميا الأبحاث يعني إذا بدنا اللي نعمله أنه اللهية هي بتخفف من حسب منظمة أطباء الأطفال الأمريكية بتخفف من خطورة حدوث الموت المفاجئ عند الأطفال اللي هي sudden infant death syndrome. يعني هذه فوائدها مثل ما عم تحكي هلأ، إنه في لديها القليل من الفوائد أيضا حسب الـ AAP، يعني مش منا مباشرة للكوليك، هي على السيدز كمان بيقولوا انه ممكن لما يكون الطفل عم يعمل بروسيجرز او شيء يا نوع من يعني العمليات او اللي بتتم بالطوارئ عند حاله الوجع لحتى نخفف من الوجع، اذا عم نعطيه ابره عم نعطيه فاكسين لنخفف من الوجع عند الطفل تنعطى بهيدي الحاله. نعم. و يا هولي يعني اذا قلنا حسب الاي اي بي منظمه اطباء الاطفال الامريكيه شو بتقول انه اذا بدنا نستعملها شو ممكن تفيدنا، وهيدي محصوره باول 6 أشهر من حياه الطفل فقط، بعد عمر ال6 أشهر بتخف هيدي الريليشن، بالعكس بصير عندنا الريسكس تبعولها اكثر من البنفيت. طيب خلينا نحكي انا وانت عن مدار اللهاية ومش متعلق يعني هذا الموضوع فقط من بعد 6 شهور، خلينا نحكي من البداية شو هي المدار للهاية وليه بتنصح الأهل، من يعني أنا هيك استنبطت من تجربتك الشخصية، ليه بتنصح الأهل إنه ما يستعملوا لهاية لأطفالهم؟ أكيد. هلا اللهاية أنا يعني في كذا ثيوري أو كذا بحث بيحكي إنه عن كيف بتأثر على التكوين الفم والفك، يعني نحن بنعرف انه الطفل اول ما يخلق عم يتكون كل فكه والحنك، عندك سقف الحلق بتلاقي انه ممكن لهي خاصه اذا انحطت، يعني حسب في عندك اطباء اسنان بيحكوا بالموضوع انه لما تنحط لفتره طويله عند الطفل ممكن تطفش الحلق سقف الحلق لفوق، وهذا الشيء بيصير بضيق من مجرى التنفس وبصير عندك اطفال كثير بيتنفسوا من تمون هن، ونحن مفروض ك يعني هيومنز او يعني الجنس البشري نحن بنتنفس مفروض من منخارنا مش من تمنا. نعم. هذا شيء صحي اكثر. كمان مثل ما قلنا ممكن تلقط كانديدا، ممكن تلقط يعني نوع من الفطريات او من البكتيريا ممكن تنتقل للطفل وممكن تسبب له امر التهاب الاذن. نعم. للطفل كمان مع الاستعمال، وعلى المدى الطويل استعمالها على المدى الطويل ممكن يؤدي كيف الطفل العضة عند الطفل بالسنين تبعوله، هيدا بنسمي دنتال مال اوكلوجن بنسميها، فبصير العضة مختلفة عن هي كيف لازم تكون، وهذا اكيد بيؤدي لمشاكل بالفك بالسنين. نعم. ممكن يعمل اوجاع ممكن يعمل هيدا من المضار. هلا عند
الأطفال اللي بيرضعوا كمان في أوقات كتير ممكن تؤدي ل بأثر على الوزن. يعني الطفل ما بيكسب وزن كافي، لأنه لما الطفل يستعمل اللهية بيكون عم بيوصل مثل سيجنلز أو إشارات للدماغ إنه هو شبعان. فبصير بيطلب الأكل أقل، مما بيؤدي لتحفيز أقل إدرار الحليب على الثدي. نعم. وأكيد طلب أكثر يعني الأم ما بقى تعرف الكيوز تبعوله. نعم. أو العلامات الجوع، فبتعميه مرات أقل، ما بينصح بشكل كافي. نعم طيب. إذا وأنا بس بدي أزيد وحدة. نعم. كمان هيدي يعني يمكن ما نعمل كتير أبحث عليها، بس إنه بينحكى فيها، ونحن الأهل عادة بيفكروا حالهم عطوا لهي أكثر، يعني أقل من ما هن فعلا عطوها. يعني هن عادة حتى الـ AAP إذا بدها تنعطى لهي بيقولوا تنعطى بس فقط قبل النوم، بس عادة تنعطى أكثر من هيك، وهيك بيؤدي شوي لأقل ستيميليشن لدماغ الطفل من أي ناحية. نعم. لأنه أنا بصير بلجأ لها بحالات كتير لما الطفل يكون عم يبكي، أو بتخطى مراحل اللي هي الكوميونيكيشن أو التخاطب مع الطفل. صحيح. يعني الطفل لما يبكي كتير بحاجة ربما يعني بحاجة لتواصل. نعم. بينه وبين والدته. ولكن سؤالي الأخير لك، وربما لدينا أقل من دقيقتين، للأهل اللي بيستخدموا اللهاية، شو هو العمر اللي بتنصحي فيه بأنهم يعني يفطموا الطفل منها؟ وكيف بنساعد الطفل يعني أيضا بأنه ينفطم منها؟ هل بشكل تدريجي أم بشكل نهائي فجائي؟ هلا المنظمة يعني الأطباء الأطفال الأمريكية الـ AAP بتنصح يعني مش بعد الست أشهر، يعني بعد الست أشهر مثل ما قلنا بتصير الريسكس أكثر من البنفيتس تبعولا. هلا لعمر الست أشهر عادة أهين، يعني بهيدا العمر بيكون طفل صغير أهين إنه تشيل منه اللهية، وبديك تلهيه، يعني بيصير بدل ما ينعطى اللهية بده يصير ينحكى مع الطفل أكثر، ينعطى، لأنه هي العملية المص بتساعد تعطي راحة للطفل، فبدنا نبدلها بشيء ثاني، يعني. نعم. بدنا نعطيه أكثر هاجز كيسز، نعبط الطفل، نبوسه أكثر، نغمره، لحتى نعوضه عن الشيء اللي كانت عم تأمن له إياه لهي. هلا. نعم. إذا بعمر أكبر بدنا نشيل لهي، اللي هي بتصير عمر سنة سنتين، ساعتها بيكون الطفل أوعى ويمكن يرفض هيدا الشيء. صحيح، يعني عم نشوف فيديوهات عن تعلق بشدة من قبل الأطفال، يعني اللي بأعمار. نعم. أكبر، يعني هناك بكاء صريخ، ربما الطفل لا يتقبل أبدا فكرة أنه تنشال منه اللهاية وكأنه جزء منه. يعني حسب الأبحاث أكثر شيء كان إفكتيف هو البروفيشنال هيلب، اللي هو إنه طبيب الأطفال لما تروح الأم لعنده يحكم، لأنه هذا بيكون صار له إذا كان عمر بيبي بعمر ولد بعمر سنتين مثلا، بيكون صار في علاقة بينه وبين، يعني المفروض بحب حكيم أطفاله إذا كان أكيد العلاقة منيحة. فحسب الأبحاث طلع إنه بس الطبيب يحكي مع الطفل، يفسر له ويقول له انه نحن هيدي هلا انت هلا صرت بهيدا العمر ما حنستعملها، هيدي 90% نفعت، بس للاسف. نعم. ما تستعمل كثير، وطلع اقل شيء بينفع لما الاهل يحكوا مع الطفل يقولوا له هناك مصارحه. نعم بدي اشيل. نعم. اللهيه، واكيد ما بننصح نحن عاده بالابربت يعني وينينج، يعني انه دايركتلي نشيلها ونكبها، لانه ممكن يكون في تاثير نفسه على الطفل. إذا ما نفع مع البروفيشنال هيلب عادة بينصحوا ديستراكشن، يعني. نعم. تلهي الطفل، تعوديه بأشياء تانية. لأن يعني الكلام يعني لا يمل معك بالحقيقة جوانا نوفل الاختصاصية بالرضاعة الطبيعية. بدي أشكرك كثير، وربما يكون لنا وقفات أخرى معك للحديث عن الرضاعة الطبيعية، أو نعيد أيضا التأكيد عنها، لأنه نحن تحدثنا عنها كثيرا في صباح النور. ربما دائما يعني البرامج التوعوية مهمة جدا. حدثنا من بيروت، شكرا لك. شكرا لك. مشاهدينا دعونا نذهب إلى فاصل هون. قبل الفاصل بدنا نوجه تحية لجول، هذا الطفل الجميل، طفل منتجتنا سحر، فجميلة هذه الصورة ومفاجأة جميلة منك سحر.
فاصل مشاهدينا، دعونا نعود من بعده مع فقرتنا الرياضية لليوم، انتظرونا.